ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقة جديدة. زي ما حضراتكم شايفين، شقة النهاردة تحفة تحفة بكل المقاييس، شقة رائعة، تفاصيل الوان وشياكة وذوق حلوة جدا جدا. حطونا لايك للشقة القمر دي، والأول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معانا، تستفيدوا بقى من الأفكار والديكورات اللي بنقدمها. لو عروسة بتجهزي أو ست بيت بتجدلي بيتك. بصوا، هنبدأ كده بأوضة النوم. زي ما حضراتكم شايفين حلوة جدا الأوضة، كلها متنجدة كاوتيني، السرير كده كلها طبعا باللون الأبيض، الشقة كلها أبيض. بصوا كده شايفين شكل المفرش بتاع السرير والكوشنز، التفاصيل حلوة جدا. أنا هوريكم أكتر من طريقة هي بتجدد بيها ألوان مفرش السرير، شايفين بقى التنسيقة بتاعتها. بصوا الجمال، حتى التسريحة سيمبل جدا، برضو متنجدة كابوتيني اهو. الكومود برضو نفس الحكاية متنجد، يعني مفيش جمال اكتر من كده. بصوا بقى أوضة السفرة، الليفينج شايفين الأبيض مع الجولد حلو جدا، حاطين المرايات، تقسيمة المرايات، الأكسسوارز برضو باللون الجولد. البازة من أكتر الشقق يعني العجماني بكل تفاصيلها قوي. طبعا هو اللون الابيض هيبقى صعب جدا في التنظيف شوية، لكن يعني بيعمل بهجة المكان حلوة جدا. هنا برضو هي عاملة هنا زي كونسول مدخلة فيه الازاز، المرايات بتبقى حلوة قوي يا بنات، بتدخل في اي حاجة بتوسع المكان، بتدي اضاءة وشكلها بيبقى حلو جدا، المجمل بيبقى حلو في النهاية. برضو هنا الانتري كابوتوني باللون الابيض، مدخلة هنا بقى السيلفر، هنا السيلفر والابيض، وهناك كان الابيض والجولد. بص بقى جمال الحمام كمان بتاعها، برضو هو باللون الابيض الحمام كله. انا بحب جدا السيراميك اللي على شكل رخامي ده، بالذات الابيض في تشبيهة الرخام كده حلو جدا. ده الحمام مفيش فيه الوان كتير، والابيض في السيراميك افضل كتير. ما تعملي غامق في السيراميك الحمام بالذات، لان بيبقى لونه بيبهت مع الوقت وهو صنضيف اكتر. بصوا هنا السفرة، تنسيقات الأطباق بتاعة السفرة برضو. كراسي السفرة على درجة أبيض أفاض شوية، لكن هو برضو الأساس عندها الأبيض. بصوا بقى المطبخ عندها تحفة تحفة فنية، شايفين كراسي الستيل دي الستلس بالجولد برضو مع البازة اللي كنا شايفينها من شوية. استمتعوا معايا بجمال المطبخ وكل جزء فيه، ده كورنر للكوفي هنشوفه دلوقتي تاني. هروح كده على المطبخ وهنشوفه تاني. طبعا المطبخ مساحته حلوة جدا، مفتوح على الليفينج، شايفين بقى الجمال. المطبخ كله ابيض، مدخلة فيه الكراسي طبعا عشان بالستيل بالجولد، الاكسسوارز برضو عاملاها بالجولد طبعا، والفضي يليق جدا مع المطبخ، هتغير تاني في اكسسوارات المطبخ هتحسوا بجماله. بصوا الاضاءات يا بنات، الليد اللي بتبقى تحت المطبخ دي بشكل حلو جدا ومش مكلفة، شايفين هي عاملة اضاءة تحت كده، وده كورنر للقهوة، وهي عاملة 2 كورنر للقهوة في الوش ده وهنا اهو. بصوا جمال وشياكة ونظافة المطبخ، هنا برضو عم حاطة مكنة قهوة، يا عشاقة كمان لمكن القهوة. بصوا اهو اي حاجات القهوة والكبسولات بتاع مكنة القهوة. هنا مدخلة السيلفر في الكورنر ده، اكسسوارز كله فضي باللون السيلفر. بصوا كمان في الكراسي شيك جدا، الكراسي دي يا جماعة بتتنفذ عادي،
عن دلوقتي الناس اللي بتاع الستيل، الستانلس بينفذوا لك اي شكل للكرسي. هنيجي بقى بص للسجاد الانتري، هي عامله باف كابوتوني، اسفه فارو، شايفين تشبيهة السجادة نفس، واخدة مع الماشية بقى مع الكوشنز بتاع الكنبة الأندري. شقة مريحة جدا جدا. بص بقى الفوتيه اللي باللون الأسود ده حلو قوي، كسرة بيه الألوان بقى، حط عليه الكوشنز ابيض، وزي ما انتم شايفين كده التقفيله بتاعته فيه سيلفر. ده الكورنر بتاع الاول اللي شفناه قبل كده، اوريكم كمان كورنر تاني هي عاملاه. هي مهتمية جدا بالقهوة ومكان القهوة. بص هنا ترابيزة السفرة، عندها ترابيزتين للسفرة، شايفين بقى الجمال يا بنات. خدوا افكار بقى يا بنات وانتوا بتفرشوا البيت، بصوا بصوا بقى الجمال حلو جدا. حتى النيش كله ازاز، يعني مش داخل فيه خشب اهو. النجفة بتاع في ناس عايزة تشوف النجف، النجفة بتاع السفرة حلوة جدا جدا، غيرت هنا في الكوشنز بتاع الانتري تاني برضو فرو ابيض مع حاجات بيضة عليها كلمات بالاسود كده سيمبل اوي. برضو الترابيزة دي برضو بالستانلس الستيل. هي الشقة اللي تتعب شوية في التنظيف لكن مريحة للأعصاب بشكل غير طبيعي. شايفين الكنبة دي متنجدة، ولكن تنجيد طولي، التنجيد الطولي الوقت كمان هو اللي طالع اكتر من الكابوتيني. كنبتين الكبار، بصوا للرجلين بتاع الكرسي كمان بالستانلس باللون الجولد. دخول الستانلس في اي قطعة اساس بتبقى مزجي حلو جدا والشكل النهائي حلو. يعني بصوا هي عاملة رجلين استانلس مع الترابيزة بتاع الانتري، الترابيزة اللي في الجنب دي استانلس فشكلها حلو جدا. تعالوا بقى اتفرجوا على الترابيزة السفرة، ده فطار بقى كده، تجهيز فطار. شايفين مفرش الفرو اللي تحت الاطباق اللي بلون البنك، كشكل ديكوري حتى لو مش تحط فيه اكل شكله حلو جدا. بصوا الكوشنز برضو بينك في سيلفر. شايفين الجمال في الترابيزة التانية على السفرة. بصوا المراية اللي على الحيطة دي فكرتها ممكن تتنفذ عند حد كويس جدا بتاع ازاز، وافضل من الطابلوهات اللي بتحط وابسط وكمان بتنور قوي شكل الحيطة. بصوا التنسيق بتاع الأضواء تحفة. يا رب فيديو النهاردة ان شاء الله يكون نال اعجابكم، واستنى رأيكم في الكومنتات ولايكاتكم. القمر